Terima <muchas> اسرار تخيلي تقولي اللون الازرق اللي قاعد اسويه مو حلو تخيل انه شكو يعني كيفي بالضبط هي شكو شق... واصلا موضه يعني وايد بنات قاعد يسوونه اخضر ووردي واحمر والالوان اللي قاعد يسوون في ناس قاعد يسوون كل الالوان بشعرهم زين ليش جيتي عندي وتنحتي لا وتبي تقنعني ان انا غيره قاعد اقول لها كيفي حريه شخصيه يعني هي رفيجتك لا إيه؟ رفي يعني مي انا وتقول لك اي سوي كذي وغيري كذي فيمكن علشان كذي لا هي يعني قالت لي رايها يعني غير لما اي احد يقول تصدقين انا ما عاجبتني هذه الالوان بس يعني إن يعني كيفك يعني تحسسك ان هي قاعدة تحسسني ان قاعد تدش بحريتي الشخصيه انه لا شيء لي مو حلو لا بس هي يعني هل راح تغيرين ساعات الواحد يتاثر يعني لما انا اسم اذا سمعت رفيجتي بتقولي لي انا بتكون رده فعلي شيء لو كنت بموقفك على طول يعني اقرب صالون راح اقص واغير لون لان انا احس راح راح اتضايق كل ما اشوف نفسي واتذكر فيشتي شنو قالت لي اي بس انا لما يكون شوف انا يعني بهالحاله يعني لما تقول لي شيء ممكن انا اغيره بس لما يكون شيء حيل انا مقتنعه فيه ولا شخص من اول ما سويته ولا أيه شخص قال لي مو حلو الكل قاعد يعلق انه حلو أيه وتي ويجي شخص بعدين انه مو حلو شنو السبب انت مقتنعه 100% تحبطين ترى لا ايه بس حس تحبطين شوي لما تكون احد قريب منك ممكن يعطيك هذا الشيء وياثر فيك بس يعني ياثر فيني شويه بس انه مو لدرجه ان انا, أنا راح اثق بكلامها واروح اغيره ما علي انا ما عاجبني 100% ان هذه حريه شخصيه صح ويمكن مواقف خصوصا احنا بين البنات مواقف نفس هذه تكون كثيره لكن خلينا احنا نرحب في مشاهدينا حياكم الله اكيد في حلقه جديده من رايكم شباب راح نكون متواصلين فيها معاكم من الساعه 5 للساعه 6 فقراتنا اليوم كثيره ومتنوعه وبديناها في موقف صار مع شيوخ وخاص في سؤال حلقتنا لليوم نعم حياكم الله مشاهدينا مثل ما قالت اسرار ساعه نتواصل فيها وهاشتاج حلقتنا اليوم يقول تتاثر بكلام اصدقائك لان موضوع الحلقه يقول هل انت من الناس انك تتاثر بانتقاد اصدقائك او بمثلا سوالف يقول لك شيء مو حلو نفس الموقف اللي صار معي شلون ممكن تتصرف معه هل تتاثر فيه صحيح وخصوصا ان كثير من الناس ساعات لما يكون صديق قريب منا او احد من اهله قريب منا يحبنا هو يسمع نصايحه لكن ممكن يكون نصيحته او الكلام اللي قاعد يقوله يناقض لشخصيتك انت فهل راح تتقبل ان انت تغير من نفسك حق هذا الشخص لان ساعات الواحد يقول لك انه ممكن انا اغير من نفسي اذا كانت صديقتي مثلا تستحق هذا الشيء راح اغير من, نفسي شوي او صفات تكون فيني ما تحبها اغير من نفسي عشان تظل صداقتنا موجوده لان ممكن صحيح. ساعات اذا ظل مثلا كل واحد عناد وراسه يابس وانا هذا شخصيتي تقبليني مثل ما انا وهذه السلوكيات هذه تعتبر غرور أي ما يعتبر شو اسمه يعني مثلا لما يجي شخص يقول لي انت شيخه حمرتك مو حلوه او مثلا مم. هذا الشيء من اللي قاعد تسوينه مو حلو انه جربي هالشيء وانا اقول لا هذا كيف انا يعني حريه شخصيه لا آه هذا يعتبر غرور غرور وايد غرور بس لازم انه مثلا اذا قالت لي حمره هذه مو حلوه ليش لو افتح شويه احلى راح اغير صح اي لازم اغير تعطيك شيء ثاني او حل ثاني ممكن تخليك يكون عندك نقدر نقول خيارين يكونون ما بين الاثنين هذه اذا كان بالشكل الخارجي لكن اذا كانت تصرفات الواحد ساعات تكون عنده طبايع متطبع فيها صعب انه هو يتغير نقدر نقول فتره وايد صغيره لازم تاخذ له فتره وايد طويله وممكن الشخص الثاني يقدر انه هو يساعدك انه تتغير وين النسكافيه قلت تسويها قبل شوي هيك <applause> كانت مشتطه وهي تقول لي سالفتها قبل شوي <applause> لان تعبت من القصص يعني الموضوع وايد كان تعبني <applause> فانا يعني ابي اقول لك اياه فاشتطيت شوي شنو تبي تشربين؟ نسكافيه نسكافيه نفسي اوكي وقفشتين شاكر ان شاء الله طال عمرك بعد شو تبين هذا فاقول لك ساعات الواحد لما يطبع في طباعة صعب انه هو يتغير فتره وايد قصيره الواحد محتاج انه حتى الصديقه اللي تقول لك مثلا تغير العصبيه مثلا اللي فيك مو حلوه ممكن اوكي ساعديني ان انا اغير هذه الطباعة ساعديني ان انا مثلا تكون عندي بدل ما تكون عصبيه اكون وايد ريلاكس وهدوء وغيره بدل ما انت مثلا طول الوقت اللي تنرفزيني صح. واحده من الاشياء هذه صح بس بقول لك شيء اعطيني اسم من اسامي اصدقائك قولي الحين على الهواء <applause> ان اي شيء ممكن تقول لك اياه راح تغيرينه وراح تسوينه شيخه شيخه <applause> على طول تدرين ان هي شيخه <applause> وانا عندي رفيشتي نوف لو شنو تقول لي لو شنو شنو اقتنع بالمئة لان ادري اللي لما تقولي تقولي على مصلحتي صح. يعني ما تقولي عشان شيء معين المهم هسه راح نسولف اكثر موضوع الحلقه وراح ناخذ اكيد اقتراحات الناس وشنو رايكم موضوع الحلقه وهاشتاج حلقتنا يقول تتاثر بكلام اصدقائك اكيد لما نرجع من هذا التقرير راح نقول لكم عن بقى وايد مهمة نروح حق نصائح قانونية عن الطلاق ورادين. الطلاق ظاهرة منتشرة بالآونة الأخيرة، وهي نتيجة عدم قدرة تحمل الطرف الأول للطرف الثاني، وعدم قدرته على التكيف مع الآخر، يعني الزوجة ما تقدر تتحمل زوجها أو الزوج ما ي... ما يقدر يتحمل زوجته. طبعا هذه من من الطبيعي ان تصير في بدايه اي حياه زوجيه، خلافات بسيطه لازم الواحد كونه زوج او زوجه ومقبلين انه في يوم من الايام يكون هذا الشاب او الشابه ام ربه ربه منزل او رب اسره انه يكون هذا رب الاسره اب في يوم من الايام فمن الطبيعي انه لازم يتحمل وتكون عنده القدره على تحمل هذه المسؤوليه. يعني زواج مو عرس وطقطقة وناسة وزوجة على ورقة وقلم لا الزواج إنك تتحمل مسؤولية هذه الأسرة إن كانت زوجة إن كانوا عيال إن كان كونك أنت رب أسرة وفي المقابل كونك أنت أم لازم تتحملين هذه المسؤولية وكونك زوجة مسؤوليتك مسؤولية زوجك مسؤولية عيالك فنصيحة لكل زوج أو زوجة أو شاب أو شابة مقبلين على هذه الخطوة في الحياة اللي هي تعتبر نصف دينه إن يكون حذر ويكون يعني واعي في اختيار هذه الزوجة شريكة حياته أو تكون واعية في اختيارها لشريك حياتها إنه يكون متوافق معها من ناحية العملية من ناحية المادية من ناحية الثقافية من نفس البيئة من نفس جميع المواصفات عشان يقدرون يتكيفون مع بعض ويتقبلون بعض ورجعنا بعد هذا التقرير جدا مميز للمحامية الجوهرة عبد الرضا موضوع الطلاق اللي بدأ في هذه الفترة ينتشر وقاعد أشوف يمكن قريت في آخر فترة بداية السنة أن الإحصائيات كانت في 2014 تقريبا نسبة الزواج كانت ما أذكر بالضبط كم بس كانت نسبة الطلاق كانت بالضبط نصها بالضبط كانت يعني اذا كان 10000 تلقين 5000 نسبه الطلاق يعني نسبه الطلاق نسبه الزواج الطلاق متساويين نص بالنص يعني لا كان المقصد انه مثلا 10000 تزوجوا و5000 منهم طلقوا ترى نسبه وايد كبيره وخصوصا في الاعمار اللي تكون صغيره ممكن ساعات الواحد ما يحط بباله اي مشكله ممكن تصير صغيره وعلى طول ياخذونها وتصير موضوع تسرع ما بينهم وتؤدي لي الطلاق صح واغضب يقولون يعني الحلال ابغى ظل حلال عند, الله لخبطوني فوق الكنترول الطلاق اكيد فيعني لازم يكون يعني لما تي لما تي تتزوجي او لما تي تتزوج حاول يكون نفس بيئتك نفس تفكيرك حاولوا انكم تعرفون على بعض قبل صحيح. الزواج عشان ما يؤدي الى الطلاق صحيح اتفق معك 100% في, في هذا الموضوع لكن خلينا نذكر وننوه عن مسابقتنا الاسبوعيه اللي راح تكون عباره عن طلبات للمشاهدين طلبات تبون المذيعين هم ينفذونها وراح يتم اختيار طلبين في حلقة يوم الخميس وأفضل طلبين أكيد لازم تكون في حدود المعقول أفضل طلبين راح يكون لهم كابون خايفة؟ أكيد ما شفتي الخميس شو صار لا شفت شفت خايفة شكلك هي كملة والله ما شفت يا عبد الله شو قام يقدم لي كملة عشان نسالف بعد شنو هديتهم اللي يفوز راح تكون كابون بقيمة 30 دينار من ويلزن هو عباره عن تلميع وقاية, السيارة وقاية السيارات تلميع وقاية للسيارات وراح يجونكم لبيتكم، ما عليكم الا انتم ترسلون بي بالعربي او بالانجليزي على الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه. نعم من كل الدول ان شاء الله يعني انه شيء وايد حلو انه يطلبون طلبات، طبعا عبد الله شنو صارتك فين؟ عبد الله كان المفروض انه مشاعل تقرا خمس واتسابات من تلفونه، والله صدق 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 صد 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 كان الموضوع وايد ضحك لان عبد الله ما ادري ليش كان خايف. أكيد أكيد أنا ما قاعد أشوف بقول لك الحاجة. شيء حرية يعني مو حرية شخصية هذه أشياء خاصة فيني تليفوني <applause> يعني حتى لو ماكو شيء يعني بس يعني مشاعل مشاعل تبي تنبش تبي تبي تعرف كانت تبيها وص... هي صدق قالت له على الهواء يعني أنا أبيها أبيها ابي اللحظة من زمان تكفون منو كان طالب الطلب؟ ما تدري منو كان كاتب له؟ أه صالح, صالح. صار <applause> اشوانه كان زين انت يوم الخميس صح يوم الخميس يلا نشوف الطلبات شو راح تكون اكيد فشاركونا في طلبات المشاهدين ممكن يوم الخميس المذيع انهم ينفذونها إيه اكيد طلب مشاعر كان مشاعر كانت تمسح الميك اب بس ما كان في ريموفر بس المره الجايه راح يكون في ريموفر ايش غزتك يعني؟ <applause> انا ما قلت لا تقولوا لي هذا السؤال ما راح أسويه اقول لكم من الحين عشان تيجي اقول لك انه لازم ان الطلبات تكون في حدود المعقول صح للمشاهدين، راح نكون مستمرين معاكم فقراتنا اليوم وضيفاتنا خصوصا ضيفاتنا كلهم من السيدات لكن بعد هذا البريك. <applause> ضيفتنا بهالفقره راح عن موضوع وايد مهم اللي هو الامتنان واتوقع هو وايد يحدث بين الاصدقاء ونعيشه في حياتنا اليوميه عشان كذي هي معنا اليوم عشان تعرفنا عن مفهوم الامتنان وشنو وهو ضيفتنا آه ضيفتنا ساره الفارح مد... الفالح مدربه تنميه بشريه حياك الله معنا الله يحييكم حياك الله اكيد ويمكن موضوع الامتنان وهي عباره عن لغه للشكر فاليوم نتكلم بشكل أوسع عن مفهوم الامتنان شنو هو في البداية. حلو. أول شيء بعرف شوي عن نفسي، أنا كنت أدرس شيء ما له علاقة في التنمية الذاتية أبداً، درست نظم معلومات إدارية، لكن صرت أحب هالمجال لنفسي عشان أنا أتعلم منه وأنا أستفيد، وبعدها قررت إن أنا أشتغل فيه أو إن أنا أقدم فيه دورات أو جلسات. موضوع الامتنان من المواضيع اللي كانت معي طول عمري. لما كنت بمتوسط كان خال امي يسميني ساره واو. ليش؟ ليش؟, ليش. لأن كنت كل شيء اشوفه اقول واو حلو. كانوا لما مثلا نروح عرس ولا حفله، تعرفون البنات يجون يقولون هذيك ايش لابسه؟ هذيك حلو عليها، انا, أنا. كان عندي كل شيء حلو. وكانوا يقولون خلاص ساره لا تعطين رايك بشيء، انت كل شيء عندك حلو. وانا فعلا كنت صادقه بهالشيء، وما كنت فاهمه ليش الناس ما يشوفون كل شيء حلو. زي ما انا اشوفه واتحمس فيه شي... فلهالدرجه الدرجه كانوا يسموني ساره واو فبعدين لما دخلت مجال التنميه وعرفت ان هذا اسمه امتنان وهذا اسمه شكر وتقدير وش علاقه هذا بالمشاعر ايش علاقه هذا بالاحداث اللي تصير بحياتنا قلت واو هذا الموضوع يستاهل احنا نتكلم عنه اكثر ونعطيه حقه اكثر اكيد عشان كذي انت اليوم معنا عشان نعطي حق الامتنان ومفهوم الامتنان ونعرفه حق مشاهدينا يعني سالنا نبي نعرف يعني الامتنان شلون ياثر على شخصيه الانسان الامتنان ودكم نعرف الامتنان اول طيب. طيب. أوكي. انا اعرفه بثلاث مراحل انا الاحظ انا اقدر انا امتن أوه. مو بسرعه احنا ننجز كذا المرحلة الشكر مم. ولا الشكر اللي نعبر عنه لأول لا شيء لازم إحنا نبدأ بيننا وبين أنفسنا شيء داخلي اللي هو الملاحظة إن أنا ألاحظ الأشياء الحلوة عيني بطبيعتها تشوف الأشياء الحلوة كأنه في مكبر يكبر الأشياء الحلوة ويحتفل فيها من صحيح. داخل بعدها مم. يتولد الشعور العفوي اللي هو التقدير بعدها نوصل مرحلة الامتنان أو الشكر أو التعبير اللفظي أو العملي عن هذا الشعور نعم, نعم. شلون يأثر على الشخصية؟ لقوا كثير فوائد مثبتة علمياً للامتنان وفي باحث اسمه روبرت امنز قعد 25 سنة يدرس الامتنان. أنتم متخيلين 25 سنة يدرس أوه. موضوع واحد نص عمره شلون خصص هي نص عمره خصص وقته وخصص دراسته وعندهم مركز اسمه جود ساينس سنتر أي ثينك فكل اللي يسوونه دراسات على الامتنان واحدة باحثة تدرس علاقة الامتنان بالزواج واحدة بالأطفال واحد بالصحة لقوا أن كثير له نتائج أو أثار إيجابية على الجسد منها أن اللي يمتنون باستمرار تتحسن عاداتهم الغذائية يأكلون أكل دهني أقل بدون ما يحطون ببالهم رجيم أو شيء لا بعفوية هم صاروا يهتمون بأنفسهم أكثر يتمرنون أكثر النوم ينامون أكثر هذه حلوه هذه أيه كلنا نبيها بالضبط. بالضبط. <applause> يتمرنون اكثر مو مره عادي مو <applause> لازم بس النوم بس لازم. النوم مهم. اهم شيء فلقوا هذه النتائج على المستوى الجسدي فيه نتائج ثانيه مثل ضغط الدم يتحسن نتائج يعني بالفحوصات صحيح والجهه النفسيه لقوا بعد كثير فوائد انه يبتعد الانسان عن الاكتئاب يكون متفائل اكثر لاحظوا انه يشعر بسعاده اكثر باستمرار والحلو انه لو مرة واحدة احنا بس طبقنا مرة واحدة شعور الامتنان او وصلنا نفسنا لشعور الامتنان راح تزيد السعادة بنسبة 10%. اه تعرفون يعني ايش السعادة تزيد 10%؟ أكبر إندستري في الكتب التنمية الذاتية هي صناعة السعادة. صحيح لو نروح مكتبة في أمريكا نقول أبغى كتاب عن الهابينس أو السعادة آه. بنلاقي يعني آه. ولا مية كتاب. صحيح, صحيح. فهل لو سويناه مره واحده بوعي يزيد 10% من السعاده نعم يمكن الناس كثير تقول لك انا دائما ما اكون ممتنه دائما اشكر ربي مثلا على حل. على بيتي على الامن والامان وغير الامور هذه لكن حل. ممكن تقول لك ما احس انه فرق معين احس انه عادي يعني الواحد قاعد يؤدي نقدر نقول نفس الواجب الملازم انه هو يسوي حالها. ويشكر النعم على النعم يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم لكن متى تحسين ان الامتنان يبدا يبين عند الشخص ويفرق عند الشخص في حياته مم. الشخصيه لو قبل شوي احنا عرفنا الامتنان ان انا الاحظ انا اقدر انا امتن هم مش صار لهم انقزوا لأنا امتن بسرعه أم. انا اشكر صار كانها كلمه احنا نقولها صحيح. فهذه ما فيها شعور واذا الكلمه ما فيها شعور اذا ما لها اثر أكيد. لانها تمثيل يعني شو يفرق انا مثلا اقول سياره ولا اقول احمر ولا اقول شكرا تفاعل الداخلي معهم نفس الشيء لكن لازم العملية عشان توصلنا لها تبدأ داخليا تبدأ بملاحظة وشعور صادق داخلي صح احس فيه يعني قبل لا اقوله عشان صح. لا يكون شيء عادي زي المواقف المزعجه اللي تصير لنا شلون امتن لها يعني شلون اوصلها للامتنان حلو المواقف المزعجه لها سبب أنا باستمرار أبغى أطور من نفسي أبغى أتعلم عن الدنيا أكثر أبغى أتعلم عن نفسي أكثر فلازم أستغل هالمواقف المزعجة بإني أفهم الرسالة من وراها صح. زي صديقتك قالت لك كذا اللي قبل شوي كنت تقولون قولي لي قولي لي في سبب هل أنا بسرعة أتأثر بكلام الناس؟ فهنا الموقف المزعج صار درس ممكن أتعلمه وأقول أوكي أنا كنت أتأثر الحين ايش راح أسوي عشان ما أتأثر بالطريقة السلبية؟ وهنا أمتن لها الدرس صحيح اللي أنا وصلت له هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ فأروح مع الموقف المزعج وأدخل فيه أكثر وأتعرف على مسبباته أكثر هنا راح أوصل لمرحلة واو شكراً لهالموقف المزعج اللي علمني هالشيء عن نفسي شيء حلو مم. صحيح يمكن ساعات الواحد حتى نقدر نقول نفسه هو مرض معدي يعني قعدتي معنا مع دقائق لكن انا احس انا وايد مستانسه. آه لان ممكن تكون حتى التعابير موجوده خارجيا، الامتنان يبدا يبين خارجيا على الشخص نفسه، طبعا. فهل فعلا في تصرفات تدل على ان هذا الشخص دائما ممتن حق كل شيء حوله سواء كان زين او مو زين؟ احنا ما نقدر نحكم من الخارج، ومو مهم نحكم عليه من الخارج، اللي نبغى نقوله ان احنا نكون ممتنين، كل واحد يبدا بنفسه انه يكون ملاحظ للنعم اللي من حوله. م. لان احنا يعني انا اعتقد انه الله سبحانه وتعالى سخر لنا الكون وهذا الشيء موجود في القران طيب صحيح. اذا الكون كله مسخر لي انا مو قاعده اشوف هالشيء ابي اشوف شلون الكون مسخر لي ابي اشوف شلون كل الاشياء قاعده تساعدني ان اكون افضل مم. فمجرد هالملاحظة بتفيدني أنا شخصيا مو مهم إحنا نقيم هذا شخص شاكر أو كذا لأن هنا بندخل بخدعات الإيجابية مم. هل مم. هذا الشخص إيجابي ولازم أسميه إيجابي وهل هو قناع من الخارج للداخل ولا <متوسط> شيء من الداخل للخارج صح ساره يعني خلينا نكون صريحه خلينا نكون صريحه معك صراحه من اول ما قعدتي اعطيتينا ايجابيه انا قاعده قاعد تحسينها اعطيتيني ايجابيه وايد حلوه حلو بالحياه حلو يعني جد جد وايد حبيت القعده معك والسوالف بس بس الحظ لا علاقه بالامتنان يعني ممكن يصير حظي ايجابي او حظي حلو. واو بالامتنان في علاقه يعني <applause> حظ حظ يعني اللي ص... اللي مثلا ضربة حظ ضربة حظ يعني, يعني ضربة حظ شيء يصير فجأة حق الشخص ممكن ما يكون يتوقع يعني أقول حظي حظي, حظي, زين حظي كذي <applause> يعني تتوقعون في أحد ينولد حظه زين وحظه شين؟ لا بس مكتوب له القدر إي بس إنه لو بغى يصير حظه زين تتوقعون يقدر؟ يقدر يقدر آه أنا أحس الواحد آه. يقدر يكتسب ال... إنه يكون محظوظ أي. إي أوكي أنا أعرف الحظ إنه فرص مم. واستعداد داخلي مم. الفرص دائما موجوده لانه الكون مسخر لنا ولأن الله سبحانه وتعالى دائما عادل معطينا كلنا فرص بالتساوي لكن في شخص مستعد وفي شخص مو مستعد لما أنا أكون باستمرار حاضرة في حياتي يعني إيش حاضرة يعني موجودة هنا والآن يعني ألاحظ الأشياء اللي من حولي أتعامل مع الحياة برهافة إحساس يعني اللي الدنيا تعطيني إياه بسرعة أتفاعل معاه بسرعة ألاحظة هنا ما رح تفوت علي الفرص راح اكون مستعده لها اكثر وراح اشوفها اكثر صحيح وبالاضافه لان تعرفون في القران الكريم في ايه لان شكرتم لا لازيدنكم مم. فلما انا باستمرار اشكر اللي عندي والاحظ وجوده واقدر وجوده واشكر وجوده اكيد راح تجيني زياده من هالاشياء صحيح بس دائما يعني نشوف احنا في مقوله دائما تقول حياه الانسان من صنعها فمعناته ان هل فعلا يقدر إن الانسان يصنع قراراته ويصنع صح. حتى حياته بكلها من من حزة ما انه هو يقرر خلاص انا ابي اكون كذي بعد خمس سنين، فهل فعلاً, فعلا انه هو يقدر انه يوصل لي؟ فعلا يقدر؟ انا اللي اشوفه واللي شفت كثير قصص عليه انه فعلا يقدر وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى اللي حطه في الارض واللي واللي حطه في كل القوانين اللي تساعدنا نوصل للي احنا نبيه، والامتنان دائما يساعدنا، الشخص الممتن الدنيا كلها تقول لك اوكي انت شكرتها شيء بعطيك اكثر تعرفون لما وحده نعطيها هديه تقول شكرا ما قصرتي اوكي وواحده ثانيه لما تستانس فيها مستانسة وتحطها بانستغرام وترسل لك من بكره شكرا هذه تقولين ودي كل يوم اعطيها هديه لا معوده اذا حطتها بانستغرام شوفكني من باجي البنات ما أجل بينك وبينها بينك وبينها بس يكفي شعورها؟ شعور صح ايش راح تحسين لو صديقتك احتفلت بهالهديه البسيطه؟ بتقولين كل يوم تعمرين امر صح كل يوم بجيب لك هديه احس ان كل يوم بعطيها هديه صح عشان نفس الشيء احنا بحياتنا اليوميه احنا عندنا كثير هدايا لما نشوفها ونشكرها ونستخدمها صح رح تزيد صحيح <applause> نعم انزين بس ال ساره يعني شنو الاشياء الاساسيه بحياه الانسان يكون ممتلها كل واحد عنده جوانب حياته اللي تختلف بشكل بسيط من واحد للثاني حلو لو كل اشياء أحد. اساسيه حلو لو احد يشوفنا ممكن يبدا يقسم حياته يقول انا عندي جانب العائله أنا عندي جانب الأصحاب، أنا عندي جانب العمل، أنا عندي جانب الدراسة، أنا عندي جانب المتعة، ويبدأ يشوف نبدأ بأول مرحلة اللي هي أنا ألاحظ، يبدأ يشوف شو الأشياء اللي ألاحظها بهالجانب؟ ألاحظ إن صديقاتي يحبون الوناسة، ألاحظ مم. إن عائلتي دايماً يجتمعون ويسولفون كأنه ما في مشاكل، يبدأ يلاحظ، بعدها يستشعر شعوره. بس مجرد ما انا كتبت ملاحظتي على جانب عائلتي او على جانب العمل حط الاشياء الايجابيه مو السلبيه لما تي تلاحظ صح إيه. بس حتى لا تتعمدها أنه لازم ادور شيء ايجابي هو في اشياء ايجابيه خلها ببساطه صحيح بس انتبه لها صحيح بس انتبه تعرفون الالعاب اللي دوروا الواحد الصغير اللي بين كل الناس إيه. إيه. هذا اللي نبي نسويه نبي نمسك مكبر ونلاحظ اشياء ما عمرنا لاحظناها صحيح، بس سارة هل فعلا ممكن الشخص يعزز مشاعر الامتنان والشكر عنده؟ إيه؟ في تمارين معينة ممكن تخلي يعزز هذه المشاعر؟ كثير، كثير التمارين ومتنوعة من شخص لشخص، وأنصح فعلا المشاهدين أنهم يدورون طرق تناسبهم، أنا مؤمنة أن كل شخص له اللي يناسبه. صحيح لكن يكفي التمرين الأساسي اللي حتى أوبرا تكلمت عنه من يمكن 15 سنة، أنه قبل لا تنام اكتب ثلاث شغلات حلوه صارت لك اليوم, اليوم. آه انا حضرت لمدرب اسمه جاك كانفيلد آه جدا مشهور نفس الشيء قال بس على مستوى العمل كان عندهم من الطقوس في العمل انه قبل لا الواحد يطلع البيت يكتب ثلاث اشياء حلوه صارت اليوم في العمل فهذه الاشياء آه ممكن احنا نسويها آه في جوال احنا ما عندنا سارة ايه؟ فضيحة اذا بكتب ورقة ايه؟ احطها ببالي لا <applause> الدراسات كلها تكلمت على اللي يكتبون ويسجلون مو على ما اللي يفكرون عندنا ناس وايد تدور بالجوال تفتش بالجوال <applause> نوت بالنوت في برامج خاصة بالايفون لو بس تكتبون جراتيتود تطلع برامج خاصه حتى صحيح. ممكن تحطين منبه مثلا الساعه 10 بالليل ولا 11 ولا واحدة حسب كل واحد متى ينام <applause> اوكي يذكرك ان اكتبي ثلاث شغلات حلو حلوه صارت لك اليوم مجرد ما انا اعود نفسي اني انا اليوم راح اكتب ثلاث شغلات يعني احسن لي الاقي ثلاث شغلات اكتبهم صحيح. فيبدا الواحد لا شعوريا تزيد هالثلاث اشياء إيه. تزيد ويبدا يلاحظ اشياء اكثر صحيح. انا متى جربتها لما طحت بالتصوير زي اي شاب وفتاه خليجيه اشتريت كاميرا محترفه وعدسات وصرت طول الوقت ابي اصور آه، تلاحظين. فصرت لا شعوريا الاحظ اشياء حلوه ما عمري شفتها صحيح لاني بديت اركز نفس الشيء يسويه الامتنان نعم اذا شنو علاقه الامتنان بالوعي تعرفين على ايش وعي <applause> نقول الواحد لازم إنه يكون مدرك حق اي شيء قدامه حلو برافو بعد تعريف ثاني يكون يعني آه سرعه بديهة عنده وعي يعني نفس تقريبا نفس يعني المعنى. منتبه يعني حاضر أيه؟ بسرعه يلتقط الاشياء أيه. مدرك صح مم. لما انا ابدا الاحظ كل شيء هل هذا يسمى آه زياده وعي زياده وعي انا صح اي فانا ابدا الاحظ الاشياء معناها انا هنا نعم منتبهه وحاضره في حياتي فانا واعيه بكل اللي يصير فيها خصوصا لما اساوي الاشياء الرائعه بالاشياء العاديه بالاشياء السيئه صحيح. كلها عندي مفيده مم. نعم. فممكن هني يبدا يزيد عنده الامتنان يزيد عنده الوعي والانتباه حق الامور اللي ممكن ما يلاحظها في حياته اليوميه انا جدا ممتنه على وجودك معنا اليوم انا بعد شكرا <applause> لكم <applause> حبيبتي اكيد راح يكون لنا لقاء ثاني نتناقش فيه ان شاء الله قرار حبيبتي ساره <تصفيق> جدا كبير يعطيك الف عافيه <applause> على وجودك معنا اليوم ساره الفالح تلفزيون الراي حياك الله شرفتينا حبيبتي كل الشكر على وجودك اليوم معنا ساره صراحه لنا ايجابيه جد كل الشكر لك وايد استانسنا باللقاء معك ان شاء الله نشوفك في لقاءات إن قادمه ان شاء الله اكيد استمتعنا مع ساره وما خلص ما خلصوا ضيوفنا لليوم السيدات ان شاء الله من بعد الفاصل راح تكون معنا ضيفه مميزه نبضتان لا واحدة هي أولى إصدارات شابة كويتية حبت الكتابة وزرعت أحرفها وكان حصادها وثمارها هو كتاب نبضتان لا واحدة نتعرف على هذه الموهبة أكيد معانا في الاستوديو ضيفتنا دانا الاسريع ويا كاتبة شابة حياة الله ومساء الخير الله يحييك مساكم الله بالنور شكرا لكم الاستضافة أكيد كل الشكر على وجودك اليوم معانا عشان تعرفينا عن هذه الخواطر الجميلة وكتابة نبضتان لا واحدة بس بداية نبي نتعرف شو اللي خلاك تتجهين حق الكتابة؟ بصراحة فكرة الكتابة كانت لا تراودني كلش ولا بالحسبان ولا سالفة ان انا انزل كتاب بس اكتشفت ان انا عندي موهبة بسيطة انا اقدر ارتب افكاري بحروف معينة اعبر فيها عن احاسيسي واحاسيس الغير فبلشت فيها تقريبا من سنتين بوسائل التواصل الاجتماعي نعم بس فعليا متى بديتي فيها؟ هذه هي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بس ومتى حسيت ان انت تقدرين ان انت تكتبين شعر مثلا اتوقع هذه الموهبه مو اي حد مثلا فجاه يقدر يحس فيها. يعني شلون حسيتيها شنو اول اول كلمه كتبتيها حسيتي فيها حبيت ان انا عندي موهبه تلعب بالكلمات ما احب الكتابه البسيطه توصيل الفكره حق الشخص اللي قدامي اشرقت الشمس لا لازم العب فيها لازم اخلي المبتدا مؤخر و كذي عرفتي؟ اي إيه. فحسيت ان انا عندي هذه القدره وكتبت واللي حولي شجعوني انه دانا انت تقدرين قلمك حلو كملي 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 حلو فهني حسيت انه ليش ما ما واحطهم كتاب؟ فاللي موجود بالكتاب هو مو كله من وسائل التواصل الاجتماعي انا طبعا ضفت اشياء عشان تكون اشياء جديده حق اللي متابعيني نعم شيء جميل اكيد وكتاب جميل اكيد حابين احنا نقرا الصراحة شنو مكتوب وراه مكتوب تم كتابة تم كتابة تمت كتابة هذا الكتاب في لحظات وأماكن وأوقات وأجواء لا تتشابه، يجمعهما قلم في كل ما سبق يكتب، معبراً عن مكونات مكنونات لا ترى بالعين المجردة ولا تحس إلا بقلب له نبضتان. حلو لا واحدة لا واحدة، كلام أتيت. حلو أكيد، هذه التلاعب بالكلمات أيوة. صح؟ هذا التلاعب أيوة. بالكلمات، زين أيوة. ليش اخترتي هذا الاسم؟ نبضتان لا واحدة؟ بصراحة أنا مرت إجراءات وايد يعني على ما طلع الكتاب بيدكم مرت على أدباء كبار أوجه أكبر تحية يعني اللي ساندوني في مشوار إن أنا يكون عندي كتاب. وصلت عند الأستاذة الأديبة سعدية مفرح قالت لي كنت طبعا حاطة كتاب عامي جدا وعنوان قصدي عادي يعني فقالت لي لا أنت عندك كلمات حلوة اختاري الأقرب لك عنوان من العناوين اللي داخله وخليه عنوان كتابك. فاقرب كلمه كانت نبضه لا واحده لا اقري نبضه لا واحده لازم ندورها ثمانية 48 كم 48 48 حافظه حتى ارقام صفحات هذه واحده لازم احفظها طيب هل كان في ادباء تاثرتي فيهم كتاباتهم قبل ما انت تبلشين؟ الاستاذه درع المفتي وجه لها تحيه قريت كتاب واحد لها اللي هو عوره هذا الكتاب اللي بالنسبه حقي انا شخصيا دقني سيف <applause> هذا اللي حسسني انه دانا بس يلا توكلي <applause> <applause> فعشان كذي انا وايد 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 اقدر استاذه دلع لانها يمكن بشكل مو شخصي بس كتابها الهمني وايد صحيح <تصفيق> <تصفيق> الواحد ممكن يتاثر في اشخاص كبار ادباء ممكن يستمد منهم ويستوحي منهم حتى الشعر والنب لكن هل الخواطر اللي موجوده لها افكار كل وحده لها فكره معينه ورساله تبي توصلينها بالضبط <applause> كل صفحه عباره عن احساس مختلف مسج مختلف يعني تلقين فيها تضادات مختلفه مره الفخر مره الانكسار مره الحب مره الكره يعني حبيت ان انا اقدر اني الامس كافه الاحاسيس حق يعني الاشخاص بتنوعهم اللي يمسكون كتابي صحيح نعم أحس الحين كل المشاهدين يبون يعرفون نبضتين لا واحدة شنو كاتبة فيها أنت حافظتها ولا أنا أقولها؟ لا تقوليها <applause> <applause> أنا أقولها هو <applause> 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 مكتوب أحبك كلمة بها يخفق القلب في الثانية نبضتين لا واحدة يعني كلام وايد حلو كم عمرك تقولين ولا لا؟ انا انا اي قولي <applause> 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 انا شكلي وايد صغير بس انا 31 سنه ما شاء الله, آه ما شاء الله. لا اله الا الله شكلك صح فعلا صغير وهذا يعني منو منو شجعك؟ منو اللي كان وراك يدعمك؟ يلا دانا دا سوي لي حطي هم الاسامي محدوده وعشان كذي عشان اوفيهم جزء من شكري لهم وامتناني مثل الفرقه <applause> <الصغر تصفيق> حطيتهم بالاهداء <applause> صحيح حبيت ان اي احد يطيح بيده كتابي يدري منو السبب من بعد الله طبعا فضله <applause> الاشخاص اللي موجودين بالاهداء هم اللي كانوا معي برحلتي في هذا الكتاب يعني احس انت انت نفس دانا هو الكتاب المفروض تسمين كتاب جدانا ان شاء الله لانك يعني. <applause> <applause> ومتنة حق وايد اشخاص ووايد اشخاص كانوا مشجعينك اشوف حتى حتى اصدقائك كانوا مشجعين صديقتك بشاير راجحي وامك وابوك واخوانك وعمك والاديب عبد العزيز السريع اذا كاتب الهمني وايد اشخاص دلع. اي نعم بس في شيء بيوصل له لما واحد يكون نقدر نقول ياخذ هذه المسؤوليه ناس كثار كانوا قاعد يشجعونك هل انت كنتي حاسه ان انت كانت عندك مسؤوليه جدا كبيره ولازم تقدمينه يكون في المستوى اللي هم متوقعينه بالضبط يعني المسؤوليه وايد كبيره حسيت ان انا لازم يعني ما اقول لك ان انا احقق النجاح أي. التوب بس اسوي كل اللي اقدر عليه كل اللي اقدر عليه قد ما اقدر عشان أم. عشان اسمي <applause> وعشانهم عشان الناس اللي اللي ناطرين منك شيء يعني بالضبط ما بي ما بي اخيب ظنهم فيني فقاعد احاول قد ما اقدر وانا طبعا ما قدرت ان اوصل لهالمرحله الا بعد فضل الله وتشجيعهم لو ما إنهم شايفين ان انا ممكن اني اوصل عشان ما صح؟ صح كل انسان عنده ابداع او عنده شيء يعني يقدر يطلعه يحتاج انه شخص وراه يعني مثلا يدعمه يقول له كلام حلو على اللي قاعد يسويه عشان يبدا في نبي نعرف شاركتي بمعارض يعني معرض الكتاب اللي كان قبل فتره شاركتي فيه كنتي موجوده؟ اي كنت موجوده وشلون حسيتي رده فعل الناس ناحيه كتابك؟ كتابي بشكل شخصي المتذوقين عامة الحين صايرين يحبون الروايات ذائقين الشعر قلة بس أنا وايد ممتنة لهم <applause> لأن شوية الكتاب شعر شوية المنافسة بينهم قوية مم. الأقلام اللي كانت معاي شباب ويدد على ساحة بس ما شاء الله حبيت روح المنافسة اللي موجودة بالمعرض ما نحصلها يعني برا مم. فأجواء المعرض كانت بالنسبة لي حلم تحقق صحيح بس يمكن قاعد نشوف في الفترة الأخيرة يمكن أنت قلتي أن أنت بدايتك كانت مع السوشيال ميديا، م. البعض يشوف أنه لا السوشيال ميديا ممكن انها كانت سبب أنه هم البعض ما قاعد يقرأ كتبهم لأن في ناس كثار الحين قاعدين يطلعون في السوشيال ميديا ممكن يكون عندهم نفس الاهتمام، فليش أطبع لي كتاب؟ خليني أنزل لي فيديو، أنزل لي بوست في في الخاطرة مالتي وخلاص، فممكن أن هالأشخاص قاعدين يأثرون حق الناس اللي قاعدة تطبع وتتعب وتسوي لها وتصدر لها كتاب، صح. فهل تشوفين أثرت فيك إيجابيا ولا سلبيا السوشيال ميديا؟ بصراحة إيجابيا. لان لو ان انا ما كنت كاتبه هناك وصلني رد فعل على كتاباتي وقلمي ما كنت راح افكر ان انا اوصل حق هالمرحله هذه واكون هنا اليوم وياكم نعم آه وفوق هذا في شريحه وايد كبيره من المجتمع ما تتعامل مع السوشيال ميديا ترى يحبون الكتب يحبون يمسكون الصفحات يحبون الاوراق فانا ابي اوصل لهم لبيتهم ابي نعم. ابي كتابي يوصل كل مكان صح شيء جميل الصراحة ويستاهل كتابك لأنه فيه خواطر وكلمات روعة بس هل دانا راح تتمين على يعني نفس هذه الخواطر راح تتمين تكتبين خواطر ولا راح يعني تكتبين كتابة ويا يكون روايات أو يكون شيء ثاني أنا إنسانة ما أحب الروتين <applause> واحتمال كبير إن أنا الكتاب اللي يكون شيء كومبليتلي يعني يعني ممكن يكون رواية؟ ممكن إنجليزي ممكن انجليزي امم كذي وممكن اللي بعد روايه، ممكن اللي بعد شيء ثاني شي أي حلو. أي أي. طبعا انا ما راح يعني اسوي هالاشياء من باب انه والله انا ما احب الروتين وبنوع وكذي وبس، لا طبعا راح يكون في يعني عندي عندي خط سير، عندي قاعده ما ابي اكسرهم ما ابي اخيب ظنهم، ابي اكمل يا على الاقل نفس المسير او اني اصعد. صحيح صحيح بس كونك يعني تبدين اول اصدار في شعر نثري نقدر نقول خواطر بعد وانا قاعده اشوف ان الكتاب يحمل كثير من الخواطر في منها الصغير في منها الطويله م. ما حسيتي ان ممكن انا احس انه وايد صعب على الشخص انه هو يبدا يكتب شيء شعر نثري م. خواطر وتكون اول اصدار لا ممكن ممكن لو انا كنت كاتبه واقدر اكتب راح انزل كم كم وحده علشان اشوف رده فعل الناس صح ما كان عندك هذا النوع من التخوف انا كنت خايفه من فكره اني انزل كتاب اصلا <applause> سواء خواطر او روايه او تبر كانت لان الفكره كلش ما كانت ببالي فالخوف موجود ولكل آه، مجتهد نصيب الحمد لله نعم وبعد هالتجربه اللي انت جربتيها وعقب آه، ما انت كنت خايفه ونزلتي وشفتي ردة فعل الناس واللي حوالينك آه، شنو تطمحين آه، المره الجايه يعني شنو طموحك وين تبين توصلين ابي اوصل حق أن آه، يوني ناس ما أعرفهم يقولوا لي إن إحنا قرينا كتابك قرينا كلماتك وحسينا يعني yani هالشيء هذا آه، بالمعرض نفسه آه، شاب يعني قرأ كتابي من باكر يعني قال لي عشان أبي أقول لك أنا شنو رايك بكتابك أنا بالليل أمس كنت قاعد أقرأ مع أمي وواحد اثنين ثلاثة ملأ. أربعة شعور حلو شنو صح؟ إيه. بالضبط <صحة> <صحة> <صمة> <صمت> هذا اللي حسيت فيه يعني yani خنقتني العبرة من المناسبة صراحة إيه؟ فحسيت إني لمست هذا هذا المسج مالي وصل يعني حاجة. هذا طموحك انك تبين توصلين حق قلوب الناس بالضبط نعم دانا انا قاعد قاعد اقلب صفحات قاعدة اشوف انه كلها بالفصحى إيه؟ آه ساعات الواحد لما يقرا كتب تكون بالفصحى لازم تشوفين الكاتب يحط لك كلمه كلمتين هني ساعات الواحد يمكن يبي له معجم على انه انه هو بالضبط. يفهمها او يفسرها بس انا قاعده اشوف ان كل كل الجمل ممكن توصل توصل لي ومفهومه اقدر ان انا استوعبها مو محتاجه مني ان انا اروح ادور بال قاموس وانا قاعده اطلع معناها بالضبط آه حق الفصحى بس الفصحى السهله أيه؟ ليش آه لان انا عندي تلاعب بالكلمات مم. فمستحيل احط تلاعب ومصطلحات ثقيله يعني عرفتي فيا هذا يا هذا ما قلتي خلا ابدا كتابي اول واحد واكتب شيء كم كلمه تكون غلجه بالعربي عشان فيها كلمة كم كلمه غلجه بس هم راح علي يعني لان انا ادرس ادب انجليزي فما آه لي شغل كلش بالفصحى بس حبيتها ولما تعمقت في الكتابه وكذي حسيت انه لا في مفردات انا كاتبتها ما كنت اعرف استخدمها مم. اصلا نعم يعني من خلال الكتاب تعلمت ترى قليل من اللي يدرسون ادب انجليزي او يتجهون حق الانجليزي ودراستهم تكون كذي ويكتبون لغه عربيه يعني ما شاء الله مثل ما قاعد نشوف فانا هنيج على هذا الكتاب يعني ما شاء الله بس بسالك في اشياء في كتابات كتبتيهم ما حطيتيهم بالكتاب ولا كل شيء حطيتيه لا الكتاب. في اشياء خاصتها حق السوشيال ميديا وفي اشياء آه. خاصتها حق الكتاب آه يعني كتاباتك اللي بالسوشيال ميديا شيء واللي بالكتاب شيء ثاني لا في من في من اللي بالسوشيال ميديا بالكتاب بس مو كل مم. اللي بالكتاب بالسوشيال ميديا نعم استمتعنا معك <applause> دانا والله يوفقك ان شاء الله في كتاباتك الجايه يعني انا انا ناطره انت قاعد وياي يعني انا ما احب الروتين ابي انطر احس الكتاب <applause> الجاي شنو بيكون إن شاء الله, الله يوفقك ان شاء الله استمتعنا في الحديث معك <applause> كانت معنا دانا الكاتبه الشابه دانا السريع حبيبتي حياك الله وموفقه ان شاء الله ونشوف عاد الكتاب الثاني ايش راح يكون عنوانه يبين من المشجعين هل هم راح يضلون نفسهم لنفس الاشخاص ولا لا راح يكون مستمرين معكم اكيد في فقرات رايكم شباب نطرونا من بعد البريك وعندنا خبرين جدا مهمين بعدها نرجع وياكم رجعنا لكم مشاهدين من بعد هذا الفاصل مكملين معاكم اخر فقره من فقرات رايكم شباب، واكيد عندنا وايد اشياء راح نتكلم عن موضوع الحلقه، وعندنا اخبار آه انا وأسار راح نقولها اليوم تهم جميع الشباب، ونذكركم بموضوع حلقتنا، آه هل انت من الشباب اللي ممكن انك تتاثر بكلام اصدقائك او تغير سلوكا سلوكياتك عشان اصدقائك؟ صحيح انا يمكن قبل شوي ضيوفنا لما كانوا معنا يعني شدني شغله إنه شوفوا شلون ممكن صديق او الناس اللي حولك ممكن يخلونك شيء جدا زين في المجتمع ويساعدونك ان انت تنجحين وتطورين اكثر من انهم يحطونك صح يمكن شفنا دانا وشفنا ساره كثر من الناس اللي حولهم كانوا داعمين لهم ويشجعونهم انهم يكونون ناس آه نقدر نقول ناجحين في المجتمع صح. اتوقع ان الشخص هذا اللي محتاجه محتاج ان صديقه ياثر فيني بس ياثر فيني ايجابيا نعم. عادي الواحد يتقبل شيء سلبي مثل ما انت قلتي قبل شوي اتقبل اذا هي قالت لي اياها بطريقه حلوه او قالت لي مثلا لا تسوين كذي كذي كان احلى عليك او ما ادري شنو نعم. أو انها تكون بطريقه مهاجمه ممكن هني تاثر فيك سلبيا وتخليك حتى اتوقع لو احد قال لي شيء وايد سلبي أظل طول اليوم متوتره ومتنرفزه خلاص صرت طول اليوم مودك يعني مثل ما نقول اكس انه يعني خلاص عاطفتك سلبيه طيب. فهذه الاصدقاء لا يعني اتوقع ان كل جروب لازم يكون في وحده نفس ساره عشان <applause> تعطي إيه إيه يعني اي تعطي يعني دائما اي شيء يعني انا احب الصديقه صدق اللي مهما تصير لك مشكله كبيره مم. هي تكون صدق مشكله كبيره وايد كبيره بعين الكل هي إيه تصغرها إنزين شنو يعني؟ ازاي راح تنحل فكري صح لا أيه. تتوترين يعني تعطيك ايجابيه عرفتي مهما كان الموضوع كبير تصغري بعينك لدرجه أيه. تشوفينه ولا شيء صدق يعني احنا عايشين بهالدنيا الدنيا ما تسوى انا دائما عندي الدنيا ما تسوى ما عندي اذا شخص زعل مني خلاص أزعل وبتعد عنه لا اروح بعد فتره أيه. يبرد قلبه تسامح منه أكلمه لان الدنيا ما تسوى يعني بالضبط خلاص صحيح انا ودي قبل شوي كنت بقول شيء حق ساره والحين دام موجود انت راح اقول شيء اكيد راح تسمعنا إيه. آه يمكن موضوع الامتنان في البدايه كان يمكن من سنتين بدات الحين في المجتمع مثلا نقدر نقول مجتمع الكويت خصوصا اللي عمرنا بدا يصير عندهم موضوع الامتنان وغيره آه كان عندنا ثنتين من يعني عندي ثنتين من رفيجاتي في, في الجروب آه فرح وخديجه احب اقول اساميهم لنا, إيه. لنا يدرون انهم كان موضوعهم جدا كبير ترى بموضوع الامتنان ودائما يجون يقولوا لنا مثلا ترى انا ممتنه لان أنا مثلا انا ممتنه لان انا صديقتك وانا قاعد اضحك يعني مثلا انا ما كنت ماخذ الموضوع يعني بجديه لان قبل ما كان عندنا هذه المعلومات او نقدر نقول هذا الادراك الكبير الواحد يعرف شنو معنى الامتنان نفس الوعي اللي قالته ساره حلو صار الموضوع ان احنا كنا حتى اذا كنا بيمعه مثلا هام يعني ممتنه عشان الجو حلو ولا مو ممتنه شيء احنا يصير بس اي صح ترى يصير انه الوضع شنو فيه اي لا احنا احنا نقول لهم قمنا نقول لهم فصارت الكلمة تتداول بيننا بسبة ثنتين موجودين معنا في الجروب شوفوا شلون أثروا على الجروب كله الحين إحنا في الوقت لا أنا أنا لما أسمعها من أحد أو ساعات الواحد يحسها بينه وبين نفسه ما له داعي يقولها حق أحد تحسين فيها صدق فشوف شلون الناس اللي ممكن تأثر فيك بالبداية تاخذينها انه وما تكون في بالك بس بعدين لما تعلق عندك خلاص راح تحسين فيها أكثر يصير طبع ترى صح ترى الامتنان يعني شيء ممكن تضحكين على الكلمة او ان احنا مو متعودين عليها بس هو شيء وايد كبير صحيح وجد يعني كل شخص سوى لنا خير يستاهل كلمة انه يعني صحيح. انا ممتن لك يعني وايد وايد كلمة حلوة وتأثر غير لما احد يقولك شكرا اسرار صحيح ما احبها ما توصل حق الشخص بس لما اوريك بفعل انا شلون شاكرت لك راح تحسين فيها وايد صحيح هو اتوقع الواحد ممكن تكون مو بس حتى شخص الواحد اي شيء قدامه مثل ما قالت ساره اي شيء قدامك ممكن تكونين انت ممتنه آه، لا وترى فعلا ترى لما قلت لك انه هم ساعات يقولون انا ممتنه لان احنا طالعين اليوم والجو وايد حلو صدق يعني تنقال يعني عرفتي فالواحد صح ممكن يكون عنده اصدقاء ياثرون فيه ايجابيا وياثرون فيه آه سلبيا لكن هل ممكن انت مستعده انت تغيرين من نفسك ولا لا هني الشخص ممكن تكون عنده الحريه الشخصيه لا انا راح اغير من نفسي حق هذا الشخص يستاهل ولا ما يستاهل اكيد كل اشخاص ايجابي ايجابيين واحسهم عشان مصلحتي قاعد اقول شيء اكيد راح اغير عشانهم للاحسن صحيح خلينا نبتدي الحين في اخبارنا لليوم شنو عنده اليوم بريطاني يفقد اكثر من نصف وزنه بسبب رسائل نصيه هو بريطاني كان انا ودي اقول شيء هالك سالفه لان انا قاري هالخبر كان عمره 14 ودخل صار شيف في مطعم فصارت عنده هذه العادات السيئه انه هو قام وياكل وايد وصل وزنه ل 230 كيلو جرام مم. وهو بعمر 31 فصار انه هو لا خلاص يعني انا يعني انا شفت صوره الشخص مم. انا لا يعني صار عنده على الهواء الحين بالضبط فصار انه لازم هو ينزل من وزنه لكن شلون ينزل من وزنه؟ اكيد ما راح ينفع معاه لا رجيم ولا رياضه ولا غيرها. مم. في عنده صديق قال له انا راح اساعدك، شلون بيساعده؟ يدز له رسائل نصيه مسجات اس ام اس كل يوم على مده ستة اسابيع نقدر نقول يحط فيها كلمات وعبارات تخليه يتحفز انه هو يسوي رجيم يعني مثلا يقول له البطه بس ما يقول له البطه بس انا قاعد اشياء مجتمعنا مجتمعنا الكويتي شلون خلي اقول لك شلون يعني في الكويت يعني شنو شفت حق يعني حاجة عشان لا هو هو بس قالها يعني, يعني البطه <تصفح> ايوه <هي> <تصفح> <تصفح> لو انت قلتيها بعد برياكشن وهي قالها مسج المهم فقام يوصل لمده ست اسابيع مم. عشان يقدر انه هو ياثر حق الشخص نفسه ياثر فيه انه ويحفزه انه لا لازم نزل وزنك، مم. نزل وزنه في سنه اعتقد في سنه أم... وزن و... نزل من الوزن لحظه كم نزل بوجه. من وزنه؟ نزل 134 كيلو واو. جرام من وزنه، تقريبا ترى نص وزنه نزل واو. بسنه واحده بس بسبه انه صديق كان يمه وقاعد يحفزه، صدق قاعد يحفزه بطريقه غلط بس كان هذا الحافز الوحيد انه هو لازم اكيد لازم يعني لازم. يعني شيء خيالي شوفوا الانسان شوفوا الصديق شلون يعني يعني نفس موضوع حلقتنا مم. انه هو صديق وقف يمه يعني هذا الشيء السلوكيات اللي ممكن اغيرها عشان هذا الصديق اللي يبي مصلحتي يعني راح اعيش طول عمري اكيد اشكره على اللي سواه لانه ممكن غير حياته منو دفع الفاتورة قولي يا ست أسابيع دزنا قول قاعد في المسجات اي قاعد أفكر الحين لازم هو اللي يدفع البطة ليش قولي البطة؟ عشان ينزل وزنه عشان ينزل وزنه قولي الخبر الثاني أسباب فظيعة أحس إنك شريرة على ما أدري شنو فجأة تتحولين لا تغشوا قولي أنا عندي خبر طبعا خبر يعني ما أدري شلون أنا صدمني الصراحة تدرين إن لما تفقدين حبيب أو زوج أو أي شيء ممكن تصيب ست امراض فيزيائيه ما تعالج الا بعودته مم. يعني ما تعالج الا لما يجي شلون؟ شون. قولي شلون؟ ان دراسه اخيره اثبتت ان فقدان الحبيب او الزوج ممكن ياثر علي سلبيا يعني اصير انا اكون ادمان نفس مدمنين الكوكيين شلون يدمنون مم. عليه انا اكون ادمان هذا الشخص. أي. فممكن لما ياخذون مسح مسح من المخ او تحاليل من المخ راح اكون انا اصاباتي نفس مدمن الكوكايين آه. يعني لما ياخذون مسحه مسح من مدمن الكوكايين ومسحه مني نفس الشيء نفس التحاليل تخيل ان انا اكون ادمان هذا الشخص وراح يصيبني يقول لك ان أه كشفت دراسه اجرتها الجامعه ونشرتها صحيفه الدلي ميل البريطانيه ان دوامه الاكتئاب اللي يدخل فيه دوامه الاكتئاب اللي يدخل فيها المرء بعد الطلاق والانفصال تسبب ست امراض جسديه اولها واحد الاكتئاب والقلق وصعوبه النوم اثنين الام في الصدر ثلاثه النوبات القلبيه اربعه مشاكل البشر مشاكل البشره خمسه مشاكل في الحركه سته زياده الوزن رقم فقدان الشهيه تخيلي تخيلي الحبيب لما يروح شنو يصير تخيلي ممكن انا اصيب بمرض يعني انا انا كنت اتوقع انه هو بس ممكن يصير في شخص مرض نفسي اتوقع يعني حتى لا لو... هو يصير في اكتئاب بس يعني تخيلي شنو المخ شنو يصير فيه لان لما تكوني متعلقه في شخص معين زوج وغيره أه هني ممكن يصير الواحد انه ما يتوقع انه هو يفقده يعني انا عندي أنا... التع... حتى الصديق لما اكون متعلقه فيه وايد وايد واخسره ولا يروح عني وايد أي. راح اتعب نفسيا يعني. صحيح هي مثل ما قلت لك لما تكوني متعلقه بشخص وايد جدا كبير يصير عندك هذا النوع من الحاله النفسيه اذا اذا كان لا سمح الله فقدانه، واصعب شيء اتوقع فقدانه مو مو في الحياه، فهني الواحد ممكن تكون عنده جدا صعب، غيرتي بما بقالنا دقيقتين، غيرتي في شخصيتك عشان شخص معين او صديقه؟ ايه شنو؟ وايد يعني الأفضل والأحسن للأفضل يعني كنت يتني فترة أه يمكن سبب يعني حالة نفسية يعني سيئة إنه ممكن أن أي أحد يقول لي أي كلمة أعصب صحيح. أي شيء أعصب يعني أه قعدوا معي قالوا لي إنه رفيجاتي يعني إنه ليش قاعد تعصبين؟ ترى ما له داعي انه يعني اقنعوني انه ما يسوى على شنو؟ يعني كوني هاديه قوليها بهداوه صحيح. نفس الشيء يعني عرفتي؟ فهذا شيء وايد جي. حلو انه انا لما تجيني حاله نفسيه واكون وايد معصبه او يصير فيني اشياء سيئه عيوني يقولي لي اياها بطريقه يعطوني ايجابيه ويخلوني صدق اغير من سلوكياتي صحيح واتوقع ان هذا اللي احنا محتاجينه اشخاص ممكن ياثرون علينا ايجابيا لكن في ختام حلقتنا اليوم ابي انوه على المسابقه الاسبوعيه اللي قاعده تصير هي طلبات من المشاهدين طلبات يتم تنفيذها او تطلبون ان المذيعين انهم ينفذون هذه الطلبات دائما تكون في حدود المعقول افضل طلبين راح يتم اختيارهم يوم الخميس والمذيعين اكيد راح ينفذونه على الهواء والطلبين اللي راح يكونون افضل طلبين راح يفوزون في كابون 30 دينار من ويلز سبا وهو عباره عن لتلميع ووقايه السيارات ليل بيت راح يونكم نعم ليل بيت راح يونكم فقولوا دزوا طلباتكم على بي بالانجليزي او بالعربي على رقم ظهره اسفل الشاشه وان شاء الله راح نختار افضل طلبين للمذيعين خلصت حلقتنا اليوم استمتعت معك اسراء شكرا شكرا لك يا شيخه على وجودك معنا اليوم اكيد انا ممتنه <applause> لوجودك معنا وممتنه <applause> على ضيوفنا اللي كانوا موجودين كل الشكر لكل طاقم رايكم شباب نشوفكم باكر في حلقه جديده رايكم شباب مع السلامه مع السلامه